السلام عليكم حبايب المتابعين. اليوم ان شاء الله راح اركب تقريبا هذه تسمى مصدات، زين، مصدات للمواقف، زين، انا اسميها مصد صراحة على اساس انه ما تدعم اي جدار او اي شيء. اشتريتها من التنين، هذه طولها تقريبا في حدود 1.80 متر وسعرها في حدود 80 درهم او ما يعادل ممكن 30 دولار، اقل من 30 دولار. زين، راح نركبها ان شاء الله واعلمكم الطريقة باذن الله. طبعا هذه المصدات تجي فيها 4 فتحات، زين، هذه الفتحات راح تستخدم لها صراحة هذا النوع من البراغي، هذا الشكل. هذا طبعا طوله تقريبا 80، زين، 80 ملي او 8 سنتي، ومو مكتوب عليه صراحة اذا كان M8 ولا M6، زين. ايضا راح اركب له هذا الواشر صغير، زين، والفيشر هذا راح يكون قياس 10، زين. طبعا البرغي راح يركب في الفتحة اللي داخل هذه هالشكل، زين، راح يكون من الخارج تلاحظون او من الاسفل بهالشكل، زين. الاسوانة او المفك او البوكس اللي راح نشد فيه راح يكون تقريبا في حدود 13، هذا 13، زين، راح استخدم له 13 مع هذه، وايضا قوة الشد ممكن راح تكون ما بين 15 إلى 25 نيوتن، ممكن راح اخليه على رقم 1 او اخليه على رقم 2. راح نبدأ اول شيء بالمثقاب، صراحة راح نبدأ بالمثقاب، اوكي، نبدأ بالمثقاب. المثقاب راح نبدأ فيه، قبل ما نبدأ بالمثقاب اولا راح ناخذ القياسات. وضعنا هذا المصد، راح اركب 2 منهم، وضعنا المصد هذا زين في المكان اللي نريده، وبعدين راح نجيب درل، راح نستخدم مثقاب رقم 7 زين او 6، وبعدين راح ناخذ رقم 10. طبعا رقم 6 راح يعمل لنا علامات فقط اماكن وضع الفشر مالنا، وبعدين راح نكمل برقم 10. راح تحتاج ريش طويلة تقريبا في حدود هذه كم، ممكن 25 طول 25، على اساس انك تسمح لك تحفر من خلال هذه المصدات لانها راح تكون طويلة، زين، اساس تعمل لك علامة. هذا فقط العلامة، زين، تحرك 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 شوي، راح يسوي لنا مشكلة إذا تحرك، لازم نثبته على القديم، مشكلة هذا تحرك لأنه ممكن يكون ضارب في شو يسمونه، تحرك مصيبة، إذا تحرك مصيبة. تلاحظون المشكلة انه هنا ضرب معنا بشكل جيد، وايضا هنا، لكن هنا ضرب في الفراغ، هذا المشكلة، لذلك تحرك، وهنا ايضا ضرب في الفراغ، بس ان شاء الله يضبط معنا. الحين راح نبدل الراس الى 10، نبدلنا الراس الى مثقاب 10، ان شاء الله راح تضبط معنا الامور.
على هذولا. طبعا المعلومة السكاريب هذه راح تكون جي اي، هو جالفانايزد زين مطلية وليست شو يسمونه وليست ستيل. ستيل راح يكون افضل بس اغلى. هذا طبعا سعرها في حدود ممكن درهمين 3 دراهم ممكن زين من البر الواحد. بعدين راح اجيب الفشر زين نحط هني فقط تدخله شوي على الخفيف، وايضا راح تسوي الطريقة هذه وكل فشرات كمل عليهم. بعدين نجيب المصدر نرجعه بنفس المكان، راح نحط فيه البراغي. راح اجيب البراغي وتركب فيها الوشر وان شاء الله راح يضبط معانا في المكان اللي ناوي نركبه. طبعا راح استخدم 13 طويل افضل من القصير. فقط راح اتاكد انه طايح في الحفرة. زين راح نشد عليه. شديته على رقم 2 لكن على الخفيف صراحة، لا تحاول انك تشده زين فقط لما تشوف انه وقف معك. هذا شكلها من الأسفل والداخل زين، فقط اللي حاب يشوف كيف شكلها هذا الشكل. طبعا البرغي راح يكون هنا في المكان. ممكن تحط أغطية لهذه الفتحات زين. طبعا الحين حاليا ما عندي الغطاء المناسب صراحة، ممكن هذا راح يناسب زين. اي والله ناسب هذا. اوكي تغطيه بهالشكل، هذه اغطية تاخذها. اعتقد هذه ممكن تكون 25 او 20، راح تحصلها في المحلات وغطي فيها فتحاتك. طبعا دائما اعمل حسابك اترك مسافة تقريبا متر الى نص متر، يعني نص متر او متر زين المركبة. واعمل حساب ايضا مؤخرة اذا كانت عندك دبة صراحة تفتح الباب مالها، وراح ارويكم. طبعا هذه تقريبا الحين متر ونص
زين، وايضا عملت حساب الصندوق الخلفي لحظة زين، إيه تقريبا في حدود نص متر، حتى وإذا فتحت الصندوق الخلفي. لذلك أعمل حساب هذه الأمور سواء كان عندك صندوق أو مثلا مدعمية في الأمام. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى من تعلم مع جمال. إذا أعجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وبدال الإعجاب، وأيضا نشر محباكم. نشوفكم على خير إن شاء الله. صلى